احلى ردود فعل بشوفها على شغل وبشوفها في المهرجانات اللي زي اللي احنا فيها دلوقتي دي، ان بقى اغلبهم ناس مهتمه بالسينما، فتلاقي حد يقول لك والله ممكن اتصور معاك انا عارف شغلك، عارفني انا. مهرجان الجونه ميزته انه الفايبس بتاعته حلوه جدا، فبتلاقي ان هو بيأتراكت اكتر عدد من الناس والفيلم ميكرز اللي حابين اللي مهتمين بالسينما، في نفس الوقت عايزين يبقى المود لذيذ وبتاع. فدي ميزه مهرجان الجونه، افكار جديده عامه حتى في الافلام القصيره وفي الافلام اللي بتاعت الموبايل الحاجات السنه دي. طبعا الفايبس بقى بتاعت الجو طبعا في الجونه. ترى ماسكن فيلم صعب جدا في طريقه حكيه. كان في مشهد واحد في الفيلم ده مشهد تلت ساعه، مشهد واحد المفروض احكي فيه سنين كتير عدت تلت ساعه، فده من الحاجات اللي لا تنسى يعني. طبعا في الازرق من الافلام الصعبه جدا. يا باشا ابني وجوزي محبوسين جوه. ابنك وجوزك الاخوان. اشتباك فيلم صعب قوي، لان الفيلم كله وان لوكيشن، المفروض ما تحسش فيه بزهق والكلام ده كله. التجربه بتاعت ما وراء الطبيعه دي على نتفليكس دي من اكتر الحاجات اللي ممكن كنت اتعلمت فيها في حياتي. طبعا البروجكت نفسه مقلق، لان كمان ما وراء الطبيعه دي ليها قراء كتير جدا، وحتى عمرو سلامة عارف ده من الاول، واخد ريسك كده انه ايه روايه ناجحه جدا مكسره الدنيا على مدار سنين كتير جدا بنحكيها احنا بقى فيجولي. موضوع مرعب 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 على كل الاصعده يعني. في الاخر انا لا انا ممثل ولا انا مخرج، بس مرعوب برضو. اي حد نفسه يبقى في المكان شبه ده بقى الموضوع ما بقاش صعب زي الاول، الموضوع بقى سهل جدا. زي ما بقول لك البلاتفورمز دلوقتي اللي كلها مديانا فرصه ان احنا نجرب ونشتغل ونعرض شغلنا، فسهل توصل مش صعب خالص خالص دلوقتي. الموضوع بقى اسهل من زمان بكتير.